من كلام حضرتك بقى دكتور صلاح، التضامن الاجتماعي عاملة مجهود جبار في مبادرات كلها بتتم بالتوازي. دورها في مبادرة حياة كريمة، هذه المبادرة الإنسانية الرائعة. أولا وزارة التضامن الاجتماعي منذ أن تولت الدكتورة نيفين القباش وزيرة التضامن، وهي غيرت السياسة العامة بالنسبة للتضامن، يعني بدأت تنظر إلى المواطن مش على أنه فقير أو غلبان، بدأ هذا المصطلح ما يبقاش موجود محدود الدخل. هي تمت بفكرة بناء الإنسان المصري، وتمت ببرامج الحماية الاجتماعية اللي هي بتقضي على مشكلات من جذورها، مش أن أنا رعاية أن أنا أمسك عملية الأطفال أو أطفال الشوارع أقدم لهم خدمات، لا. وزارة التضامن الآن تتعامل مع المشاكل من جذورها بحيث أنها بعد سنوات يتم يعني الحد منها. فبدات تشتغل على ملفات التنميه، بدات تستثمر في البشر، فكره الاستثمار في البشر، من ان انا مجرد ان انا انفق الموازنه العامه للدوله ان انا في برامج رعائيه مختلفه، لا، بدات انها تتبنى برامج كثيره على كافه المستويات، حتى بالنسبه للدعم النقدي المشروط كان مشروط بالتعليم والصحه، ان لازم يتعلم صحه وتعليم. وبعدين بدات تهتم الوزيره بعمليه التخارج من الفقر، ان انا ابدا الناس دي مش معقول افضل قد ايه 3 سنين لازم يكون عنده مشروع صغير، فعملت من برنامج فرصه بالجانب الى الدعم النقدي المشروط، بحيث انه خلاص انا اعتمدت عليك هديك كمان كام سنه او 6 شهور ثم تنتقل الى مشروع انتاجي صغير. وده ساهم بشكل كبير في تراجع معدلات الفقر بمعدل 1.7% في التقرير الاخير. بدات تدخل مناطق جديده جدا طبعا في الريف، بدات مع حياه كريمه مع الجامعات الاهليه، الجامعات الاهليه اولا شريك اساسي وبتقوده وزاره التضامن الاجتماعي، وهو شريك اساسي في مبادره حياه كريمه، وهو في بعض الجمعيات الكبيره في مصر بدات تاخد قرى بالكامل وفقا للمصطلح بتاعهم، احنا بنسلم القريه بالمفتاح، يعني بيدخلوا يعملوا كهرباء وطرق وصرف صحي وتعيين منازل واسقف وطلاء وكله وبعدين يجيبوا المفتاح ويدوه للوزيره ويقول لها خلاص احنا خلصنا القريه دي سلمناها بالمفتاح. فانت بتتكلمي عن وزاره بتكلم على حتى عقل الانسان، برنامج وعي وهو يخاطب عقل الانسان، الادمان والمخدرات، طفلين كفاس كثافه السكانيه اللي هي بتاكل كل معدلات التنميه وعوائد التنميه، ما هي عامله طفلين كفايه ونزلت القرى وحملات لطرق الابواب وتدخل البيوت والرائدات الريفيات، عندنا جيش في وزاره التضامن الاجتماعي موجود طول الوقت في الشارع، حملات للانقاذ في الشارع، يعني حمله انقاذ انسان ما بتلاقيش دلوقتي مسن في الشارع، حملات واقفه طول الوقت انها لو موجود تاخده وتغير حياته بشكل مباشر، اطفال الشوارع كذلك، وده يمكن لو بتمشي في الشارع حتى في العواصم يمكن بتبقى في العواصم الكبيره مزبوط اكثر مزبوط. ما بتلاقيش الظاهره زي ما كانت في الاول تحت الكوبري ومش عارف ايه، بدات انها هذه الظاهره تتلاشى بشكل كبير. وصل عدد المستفيدين من تكافل كرامه وحده 3.8 مليون اسره مصريه، 15 مليون مصري استفادوا من هذا البرنامج، دخلت بقوه داخل الجامعات المصريه وانشات وحدات للتضامن الاجتماعي علشان هذه الفتره الحرجه اللي هي فتره تشكيل الوعي وبناء العقل الانساني اللي هي ما بعد المراهقه بسبب فتره نهايه الفتيانه والدخول في الشباب، انه خلاص الطفل خلاص خلص مرحله المراهقه بيسموها مرحله الفتيه، انه بقى الواد ولد فتى يعني، فبدا انه ينتقل لمرحله الشباب وهو بدا يعرف يعني ايه دوله مصريه، على فكره بدا يتخلص من الزي الموحد وعنده حريه الاختيار بعد الثانويه العامه مزبوط. بعد الثانويه العامه انه كان طول حياته يلبس زي مفروض عليه، بدا بعد الجامعه يختار له الحريه في انه يلبس، وبالتالي اول ما هيشتبك يشترك بعادات وتقاليد هذه الدوله، يا يحبها يا يكرهها. دخلت وزاره التضامن الاجتماعي علشان تقرب المسافه ما بين تقاليد واعراف المجتمع وعقلية الشباب من خلال جملة من البرامج داخل الجامعات المصرية. فأنا شايف أنه هذا المشروع مشروع عملاق جدا، لأنه فترة الاختيار الحقيقي احنا قبل وإحنا في الثانوية العامة ما كناش نعرف يعني إيه دولة، يعني إيه بلد، يعني انتماء، يعني إيه مجتمع، عرفنا ده لما دخلنا الجامعة، الانفتاح الثقافي والدكتور ومن غير كتاب وقاعدين والدكتور في احتكاك، المرحلة دي كانت محتاجة تضامن اجتماعي تدخل فعلا علشان تعرفي يعني إيه بلد، تعرفي يعني ايه في خدمات موجوده في البلد، يعني ايه في مشروعات، عشان ما يجيش جماعه او فكر ضال ياخد الطلاب دول يستقطبوا في حته ثانيه. فانا بأحيي وزاره التضامن الاجتماعي على هذه الفكره الخلاقه يعني اللي هي زرعتها داخل الجامعات المصريه، واعتقد التعاون ما بين الجامعات وبين وزاره التضامن هينتج لنا في الفتره اللي جايه ان شاء الله مجتمع خالي من التطرف، خالي من الارهاب، خالي لا معدلات الانتماء هترتفع، لانه لما ندفع له مصاريف وادي له مش عارف ايه اعتقد ان في انجازات على ارض الواقع طيبه جدا.